بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعي قناة حنان البراكي. النهاردة حبايبي هقدم لكم طريقة عمل بيتزا باللحمة المفرومة. طريقتها جميلة جدا وبسيطة جدا جدا. يلا بينا حبايبي هنشوف هنحتاج لإيه. هقول لكم المقادير والطريقة. أول حاجة حبايبي هنحتاج لكيلو دقيق، وهنحتاج لكيس خميرة فورية، هنحتاج لمعلقة كبيرة سكر، وهنحتاج لكيس لبن بودرة، هنحتاج لربع كوباية زيت، هنحتاج لمية دافية للعجن، هنحتاج لمعلقة صغيرة ملح. الحشو بقى حبايبي معايا هيبقى معايا لحمة مفرومة معصجة، وهنحتاج لكيس جبنة موزاريلا 200 جرام، اللي انا استخدمتها يعني في الوصفة نهاريها على الصينية كان كيس كده فيه 200 جرام وزنه. هنحتاج لكاتشب، هنحتاج لزيتون كده زيتون مقطع، يعني اي حاجة بقى اسمر اخضر مش هتفرق. هنحتاج لفلفل رومي يكون متقطع برضو ايه شرايح حلقات كده. اول حاجة حبايبي بنيجي بقى بالنسبة للعجينة، ببدأ بقى انا اعجن مقادير العجينة كده كلها مع بعضها، وبعد كده بقلب كله مع بعضه وانزل بقى بالمية واحدة واحدة لحد ما تتكون معايا عجينة، وبعد كده ببدأ بقى ان انا اغطيها واسيبها في مكان دافي كده لحد ايه ما تتخمر ايه معايا. بعد ما بتتخمر بقى العجينة، طبعا هي الصينية اللي انا استخدمتها اللي هي دي كده حبايبي، دي كده بتاخد معايا 300 جرام كده ايه من العجينة. خدت يعني حتة عجينة كده 300 جرام، بدأت بقى اللي انا افردها في قلب الصينية. هوريكم برضو هكبر لكم الصورة عشان تشوفوا المقادير معايا. دي كده حبايبي اللي هي المقادير العجينة. وهنا بعد انا ما عجنتها اهيت، وهنا بعد العجينه ما يعني ما اختمرت كده معايا، شايفين الحجم بتاعها زاد ازاي يعني. طبعا انا ما كنتش عامله كيلو دي، انا بقول لكم مقادير كيلو، بس انا كنت عامله نص كيلو. هنا بقى معايا بقى الحاجه اللي انا قلت يعني حته العجينه اللي هي وزنها 300 جرام، لان انا كنت وزنها ناريه. دهنت صينيه كده بالزيت، وبعد كده فردت فيها بقى فردت العجينه، وبدات اللي انا يعني خرمتها كده بالشوكه، ومعايا بقى اللحمه المفرومه اهيت اللي انا كنت معصجاها. طبعا يعني جبت لحمه كده اهوت، وعلى حسب ما انت هتعملي بقى ربع كيلو نص كيلو. بتجيبي اللحمه المفرومه بتبداي في معلقتين زيت كده بتحطيها بتشوحيها الاول كده، بتبداي اللي انت بتضيفي عليها بعد ما اللحمه لونها يتغير بتحطي عليها بصلايه كده مبشوره، وبعد كده بتبداي اللي انت بتضيفي عليها بقى الايه البهارات، يعني بهارات لحمه، هتضيفي عليها ملح، هتضيفي عليها فلفل اسمر، هتضيفي عليها قرفه. القرفه بتبقى حلوه برضو في اللحمه المعصجه، بتدي لها يعني طعم جميل. لا بتبداي بعد كده بتقلبيها على النار، بتسيبيها شويه صغيرين كده لحد اللحمه ما تستوي، وبترفعيها من على النار وبتسيبها لحد ما تبرد. دي كده الطريقه اللي انا ايه عملتها. بعد كده اهوت حبايبي، ده كده الجبنه الموزاريلا، كيس الجبنه الموزاريلا اللي هو 200 جرام، وكنت انا مستخدمه اللي هو الكاتشب اللي هو البواكي الصغيره ديت كنت جايباها، وفلفل رومي بقى وزيتون كده زيتون اخضر كده كان عندي اهيت. بدات بقى هنا اهوت بقى حبايبي في الصينيه. هنا عملت ايه بقى؟ فردت على العجينه بعد ما خرمتها كده بالشوكه، بعد كده فردت عليها الكاتشب، وبعد كده فردت عليها بقى اللي هي اللحمه المفرومه واللي هي متعصجه، وفردت عليها بقى شرايح الزيتون والفلفل اهيت. وهنا بقى حبايبي رشيت عليها بقى كيس الجبنه الموزاريلا، كل ده قبل الصينيه ما تدخل الفرن. بعد كده دخلتها بقى على الفرن اهيت حبايبي، يعني على الحراره كده الفرن عندي بيولع من فوق ومن تحت. ولعت عليها من تحت الاول يعني لحد كده ما العجينه كده استوت معايا، وببص كده يعني على بترفعي طرفها كده بسكينه كده من الجنب الصينيه بتلاقي العجينه خلاص استوت. ببدا بقى ان انا اطفي عليها من تحت، وببدا بقى ايه يعني اولع عليها كده ايه من فوق كده تحت الشوايه حاجات بسيطه بس كده اهوت لحد الجبنه، يعني ايه اتاكد ان الجبنه ساحت خلاص معايا. ببدا بقى ان انا ايه يعني اطلعها بقى من الفرن واقطعها. ده كده حبايبي شكلها جميل جدا.
وطعمها يعني طعمها كان خطير جدا جدا فعلا. اتمنى حبايبي اللي انتوا تجربوها بالطريقة ديت، طريقتها سهلة جدا وبسيطة. اتمنى حبايبي ان الفيديو النهاردة يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراكي وندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وبتستفادوا منها، يا ريت ان انتوا تدعموني كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه. بحبكم جدا جدا في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.